هي قضية الهوية التي تشكل في كثير من الأحيان ما يمكن أن نسميه عائقاً هوياً للدخول، وأنت هذا من نحتك المفهوم الذي سأقوله، للدخول إلى ما تسميه أنت بالذات نادي الإنسانية بصورة عامة. هذا العائق الهووي ليس هو وليد هذا الاستيلاء على مفهوم الحداثة ومفهوم الحرية ومفهوم الكونية في شقه الغربي فقط، وإنما هنالك أيضا عائق هووي ذاتي، عائق منا لم نستطع الآن منذ قرون أن نتجاوزه. هناك عائق هووي، ولكن الهوية ليست عائقا. نعم، في حد ذاتي نعم، الهوية هي حق انتماء إلى أنفسنا أو نوع من العلاقة مع أنفسنا لا يمكننا أن نستغني عنه، ولا معنى لإنسان لا يقول أنا. الآن عندما تكبر هذه الأناة أو تتكبر أو ترفع كبرياءها بنفسها إلى حد أن تختزل الآخرين في مجرد أشياء أو مجرد أدوات لتنفيذ خطة تتعالى على عقولهم أو على قلوبهم، هنا يصبح هذا المرء حيوانا هوويا. إذن ما نحتاجه في الحقيقة ليس رفض الهوية أو ثقافة الهوية، بل نقد العقل الهووي في ثقافتنا.